في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للسلام، شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على أن المسؤولية الأولى والأكثر إلحاحاً أمام المجتمع الدولي في الوقت الراهن هي تطوير منظومة العمل الجماعي الدولي ووضع آليات أكثر فعالية لإنهاء الصراعات التي استنزفت الكثير من مقدرات الدول والشعوب وإحلال سلام شامل ينعم به الجميع. وأشار سموه إلى أن تحقيق السلام العالمي والإقليمي ضرورة ينبغي أن نبذل من أجلها كل الجهود، وأن العمل من أجل السلام وترسيخه على كل المستويات هو نهج واضح سارت عليه مملكة البحرين وما زالت في توجهاتها وعلاقاتها مع دول العالم. وأكد سموه أن مملكة البحرين في ظل الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، جسدت القيم الإنسانية في التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والعقائد والأصول، وستظل شريكا فاعلا في خدمة قضايا العالم العادلة والمساهمة في نشر الأمن والسلام والاستقرار في كل أرجاء المعمورة. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في رسالة إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي يصادف يوم غد الجمعة ويقام هذا العام تحت شعار الحق في السلام 70 عاما منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شدد على أن السلام والتعاون والعيش المشترك هي قيم إنسانية سامية إذا ما تحققت، فإن من شأنها أن توفر للبشرية المقومات التي تساعدها على تحقيق تنمية تكفل لشعوبها حياة آمنة ومزدهرة. وقال سموه إن عملية البناء والتنمية تتطلب توفير مقومات ضرورية لا غنى عنها وفي مقدمتها المناخ الملائم الذي يظلله السلام، مؤكدا سموه أن البحرين تدعم أي شراكات تنهض بواقع الشعوب في كل مكان وتحقق تنمية متوازنة للجميع. وقال سموه إن مملكة البحرين تؤمن بأن السلام قادر على فتح آفاق لا متناهية من التعاون بين الدول والشعوب، وهي أكثر عزماً الآن على مواصلة جهودها لتحفيز وحشد الدعم الدولي لكي يعم السلام في العالم. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في ختام رسالته بما تبذله منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهود على صعيد تحفيز الدول للمضي قدماً في طريق السلام، معربا سموه عن أمله في أن تنحاز إرادة المجتمع الدولي إلى الإقدام بخطوات شجاعة لتحقيق السلام في مختلف أرجاء العالم وفتح آفاق جديدة للتعاون في جهود التنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للبشرية.